السلام عليكم حبايبي، وحشتني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي تاني نرجع لحكاياتنا ورواياتنا القديمه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. حكايه النهارده عن زوجه جوزها توفاه الله وهو وهي صغيره في السن، معاها بنتين بس الفرق فيهم بينهم في العمر كبير نوعا ما. ساب لها بيت مكون من دور واحد، وهي صراحة اكتفت بالمعاش اللي يعني بيطلع لها من زوجها، وربت البنتين ورفضت انها تتزوج وخافت عليهم من دخول جوز ام عليهم. وكان البنت الكبيرة اتخرجت وبقت مدرسة واتخطبت. خطبها عنده اخوات كتير، ما قدرش ان هو يبني لنفسه دور في بيت والده، لان لما جم يعملوا كده بيت والده ما قدرش ان هو يستحمل دور كمان، هيتعرض الاساسات لمشكله. وفي الوقت ده ما حدش من اخواته عرض مساعده خالص نهائي، لان طبعا كل واحد فيهم مالك في اولاده وبيته ودنيته، مش هيقدر ان هو يساعده بحاجه. جت حماته اللي هي ام خطيبته، قالت له خلاص يا ابني، ايه الفلوس اللي كنت هتبني بيها في بيت والدك؟ تعالى ابني بيها عندي وهساعدك على قد ما هقدر وتتجوزوا. انا كده كده البيت بتاع مين؟ بتاع بناتي، وهو انت تبقى اخ لبنتي الصغيره وزوج لبنتي الكبيره وابني وخلاص. وفعلا الست طلعت جدع جدا معاه وساعدته علشان يبني الدور اللي هيتجوز فيه، وتم فعلا الزفاف وجوز بنتها وخلفهم بنت. البنت بتشتغل، زوجته يعني بتشتغل وبتيجي في ميعاد معين، هو كمان بيشتغل في مصنع بس المواعيد مش متوافقه مع بعضها. يعني هو مثلا بينام وبيصحى مثلا اذان الظهر بيروح شغله، بيجي متاخر شويه، هي بتصحى بدري جدا، بتيجي مثلا الساعه 2 تعمل غدا، تهتم بالبنت الصغيره، بتسيبها قدر المستطاع مع والدتها، حاجات من دي كتير. طبعا حماته ست جدعه، كانت كل شويه تطلع تشوف طلباته وبنتها مش موجوده، تعمل لبنتها حاجة وبنتها مش موجودة في الشقة، مع إن هي شايلة لها بنتها الصغيرة، ومشيت الأيام على كده، وبتعامله فعلا كأن هو يعني ابنها، وخلاص هو واحد من البيت. بنتها الصغيرة في تالتة إعدادي، وطبعا حضراتكم عارفين إن في فترة من الفترات كده كانت تالتة إعدادي دي ما بتروحش المدرسة. ابتدت الأم تعتمد على البنت اللي في تالتة إعدادي إن هي تطلع إيه؟ فطار لجوز أختها. اطلعي شوفي لو اختك سايب حاجه متنوره يمين شمال في الشقه، اغسلي لها المواعين، حضري لها حاجه، اعمل لها حاجه، لمي يا بنت لاختك الهدوم، انشري يا بنت لاختك الهدوم، حاجات من دي. طب اطلعي صحي جوز اختك، يعني خبطي اضربي الجرس عليه، حاجات من دي عشان يصحى ينزل يروح شغله، حاجات من دي كتير. مره على الثانيه البنت عندها مشكله، حاجه لجوز اختها، ايه مشكلتك يا حبيبتي؟ فلوس الدرس وقعت مني، طب معلش طبطب عليها، اديها فلوس الدرس، والطبطبه جابت طبطبه جابت طبطبه جابت طبطبه، وبقى هو صدر الحياه بالنسبه لها، بتحكي له كل حاجه وبتختلق الاسباب والاعذار علشان تطلع تعمل اي حاجه فوق. اتاخرتي فوق ليه؟ اصل كنت بعمل لاختي كذا في المطبخ، اصل اختي كانت راميه كذا وكنت بنضفه، اصل اختي مش عارفه ايه. وطبعا الام مش واخده خيانه، مأمنة جدا، عارفة ان هي مستجدعة مع الولا وعاملاه زي ابنها وقايمة معاه بالواجب، وان هو عمره ما يحصل اي حاجة. وفعلا الولد هو ما كانش في دماغه خيانة، بس احنا بنغلط وبنحط البنزين جنب النار. وفعلا ده اللي حصل، حصلت المشكلة الكبيرة ما بين الراجل واخت مراد. نحلها ازاي؟ قال لها مفيش حل، بس اصبري بس، انت ما تقوليش لحد وانا هتصرف. بعد شوية الموضوع بدل ما يتحل اتنيل وتعقد، البنت في ثالثه اعدادي واصبحت حامل، ومشكله كبيره. طب هو دلوقتي هيعمل ايه؟ لو اي حد عرف ده ملوش غير القتل، وحتى لو كان قلوبهم رحيمه عليه ده هيتسجن. طيب ماشي، لو ما اتسجنش وهم كانوا جدعان قوي معاه، هيطلق مين؟ يعني هيطلق الكبيره ويتجوز الصغيره، ولا هيجمع بين الاثنين؟ وده طبعا شرعا حرام. طيب وبعدين الحل ايه؟ قال لها مفيش عندنا غير حل واحد، انا بحبك وههرب انا وانت. ازاي طيب؟ وماما؟ طب واختي؟ طب حرام،
قال لها ما هو احنا ما قدمناش في الحل تاني، انا وانتي انا ممكن معرض للسجن لان انتي لسه قاصر، ده غير ان انتي اخت مراتي، ده غير يعني حاجات كتير قوي انا فاهمها انت مش فاهماها. طب هنروح فين؟ قال لها هنروح محافظه تانيه هنبتدي فيها من جديد، وخصوصا ان انا اتعرض عليا شغل كان في حد جاي المصنع بتاعنا، واتعرض عليا شغل في مكان تاني لو جت فرصه. وفعلا دبر مع البنت خطه للهروب، والبنت خرجت وهربت من امها ومن اختها، ساب جواب فيه التفاصيل كلها لمراته. مراته طبعا نزلت مؤخرا لامها وقالت لها والحل؟ ده الحل يعني هنعمل ايه يا بنتي؟ انا بس عايزين مع كل ما يتوصلوا لمكانه يغير المكان. لحد ما جات لهم اخبار ان هو خلف ثلاثه من البنت اللي كانت في ثالثه اعدادي اللي هو هرب بيها وهي في ثالثه اعدادي، وما طلقش الكبير واتجوز الصغيره. زور شهاده وفاه للكبيره ان هي توفت علشان يقدر يتجوز الصغيره، وخلف منها ثلاثه، وكل ما يقدروا يتوصلوا العنوان وهو يحس ان في حد وصل له يغير المكان والعنوان. ولما انه طلق الكبيره وجامع بين الاثنين في الحرام، لان ده طبعا ما ينفعش شرعا ان هو يبقى الاثنين على ذمته، مخلف من دي ومخلف من دي. هما طبعا هما في موقف لا يحسدوا عليه. القصه دي يا جماعه حقيقيه وحصلت في محافظه الشرقيه، وانا زي ما قلت بالفيديو اللي فات ان احنا او اللي قبله ان احنا لازم نذلل عقبات الجواز يا جماعه، ونخلي الجواز سهل بالنسبه للشباب علشان العنوسه، وما نخليش البنات تضطر ان هي تعرض نفسها للزواج ما زي ما حصل مع معها وزي ما غيرها. بس يا جماعه مش لدرجه ان انا اذلله قوي لدرجه ان انا احط البنزين جنب النار، دي كارثه كبيره جدا 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 يا جماعه. ازاي بنت صغيره قاصد وانا بكل سذاجه وكل طيابه، هو اي نعم جوز بنتي ولو عندي الواجب والاحترام وكل المعامله الحلوه علشان خاطره وعشان خاطر بنتي وعشان خاطر هي دي الاصول والواجب، ولكن انا لازم احافظ ان في حاجه اسمها حد. هو ما هوش اخو بنتي الصغيره، هو زوج الكبيره، ولكن هو لا ابني فعليا ولا اخو الصغيره فعليا، علشان اطلع الصغيره بكل بساطه ان هي تطلع تختلط بيه وتطلع له في اوقات مراته مش موجوده فيها، حتى لو مراته دي اختها ما كانش ينفع ابدا. يا جماعه خلي بالكم قوي 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 قوي، الحموات اللي ما بتعملش حدود للعلاقه ما بينهم وبين جوز بنتهم، تفتح له الباب وهي لابسه اي حاجه، ممكن متخففه من لابسها وتقول ده ابني، لابسه بنص كم مش عارفه ايه وتقول ده ابني، تفرض قدامه كل المواضيع الخاصه بحياتهم وتقول ده ابني. يا جماعه لا، يا جماعه الحرام حرام والحلال حلال. الحلال بيقول ان دون ما يجوزلكيش، بمعنى ان هو راجل اجنبي عنك، بمعنى ان انت لازم تقعدي قدامه كانك خارجه من باب الشقه، يعني في كامل مغطيه من ساسك لراسك، ولازم يكون في حاجات خاصه بيكم ما ينفعش هو يطلع عليها ابدا. ولازم تخلي بالك قوي يا جماعه والله العظيم، حتى لو هما بنات متزوجات كلهم متزوجات، يعني لو بنت واثنين وثلاثه وهم متزوجات لهم ازواج، يعني حتى في الاختلاط ما بينهم له حدود، ما ينفعش ابدا ابدا البيوت تتفتح على بعضها، حتى لو بيت اختي ما ينفعش بالطريقه دي خالص، كل اسراري عندها وكل اسرارها عندي، وانا اتخفف من ملابسي قدام جوز اختي، اصل هو دخل عليا واحنا عيال صغيرين ومتجوز اختي من 20 سنه. يا جماعه الحرام حرام والحلال حلال. ربنا قال ده راجل اجنبي عنك، ما قالش راجل اجنبي عنك في حالات، لا هو قال في كل الحالات. وجوزي ما ينفعش، ومش عشان هو جوز اختي وما ينفعش ان هو يجمع بيني وبين اختي يعني زواج ولا بتاع، بس يا جماعه حرام، هو راجل اجنبي عني. نتحرى الحلال يا جماعه، لان احنا من ساعه ما فتحنا الدنيا كده طيبه المصريين وطيبه الحموات وطيبه، دخلت نفسها في كارثه كل اللي حواليها مش عارفين يحلوها ولا هي عارفه تحلها، وخسرت البنتين، واحده نفسيا محطمه ومش عارفه حتى تحصل على طلاق، والتانيه خلاص بعدت عنهم وخسرت تعليمها وسنها وكل حاجه واسمها عايشه مطارده طول العمر. يبقى هي كسبت ايه؟ انا عارفه ان هي طيبه وعارفه ان اغلب الحموات كده، بس يا جماعه والله العظيم الطيبه لها حدود، ومش معنى ان انا عامل عفوا حدود ما بيني وبين جوز بنتي او راجل اجنبي عني انا دي كارثه. عفوا، اتمنى تكون القصه عجبتكم.
وتقولي رأيك في التعليقات، وسلام عليكم.